السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرب ونعكسن قرب بقيت هاي قرب ونعكسن ورا ليال حلو كستيكوت هاي با دمتن عافية ما دي عمري ونعكسن ما ندري تشيني يا قرب تاني يا هذا الحمد لله هركنا يعني عصريين يا ما شاء الله ما أنت وحان وضع عشر كوساب سن إن جو أن لا أنت أما indecisive كناس وحلو يقانو إن شاء الله كفى يسوء عشر كان معنتا هدية تقف مر والبا أن جو أن جارين أما كو أردت إنه جو أن جار وأما جو أن جار تو مر والبا كسر نو نغضا فكر كي وحي أصمين لها فرنتي وادي باتو دد بدنا بني آدنا كو دعضا وحلو يقانا لغة إنجريز كا indecisiveness indecisiveness وا جو أن لا أنتا مرك أدوني سيد إنا دو حقبتيد أما أرد جو أن جار دي نرشا دو كسابسن عافيمات كاو كسابسن een hor socodka ku saabsan insha Allah marar badan dad badan oo inaga inaga mid ah runtii aad bay ugu adag tahay inay go'aan qaataan aad bay ugu adag tahay wixii bay ku soo celcelinayaan een masha Allah aad bay runtii ay ugu adag tahay inay go'aan gaaraan ama ay horay u socdaan marka casharkan maanta taas ayuu ku saabsan yahay waxaan ka hadli doonaa maxay tahay go'aan gaarid la'aanta ama indecisiveness kum soo yahay calaamadaha lagu garto insha Allah هدية تيقف إن مرول بمس كحدي سكو تاعن تهي إن فكر أما واحد دون سيلنا القبتي لكن هذا القبين كرنين مرول بيكو صار نقطة إن فكر كأما ولول كأما فلان قينتا وحد دون سيلنا القبتي هدول أي كاتوب جس إن شاء الله فعلك سدوا كل سيابة هلوجو قد بكرايان كهد دونا سود وذا ولا ليال أنا كهد وحيته هاي قرب وحيته هاي أفرتي قرب نو واحد لمن إن قبل كأن توجو سيدا دوكتيهم با وبسيرك عافيماتك الحمد لله وحان كتيرا تلديس يعني وحان كتيرنا هوشيس إن شاء الله إنا فريو ودقنا قفل با إن وان توجيني دمان قريتان كي أمدد كي لعبت بحيني إن شاء الله إن أضو مدو دور أسبوعة وحنو قرأ يا ميد بابلي كولن أفران قفل با وكفا إذي سكر إن شاء الله وحنو قرأ يا سيدا آن كوهن وين هاي ميل إن شاء الله دمان دادك سومانين ميرو بيتوبان بعالمك أي إيمان كران أو أي كيري كران خيرات كأما ريسورسز كأما علومات كأي كدر يلي دون العافية ما تكون إن شاء الله مركا إذن كنا إيه دلقات إن شاء الله إن دورة أسبوع بيقادة نساء إن شاء الله إنت تمارتي تاس إن لقرشين يا أما لقرشين يا مدة كورون أفور إن شاء الله ولا ليا سوري واد أوح باكو سلامة سعيد ذكر باكو سلامة ولا ليا دمانتين موعدين مسو كوبي كورا أنيقا مهابين بيرفو أفتنون الحمد لله إن هل كنا ينشاحي عبية إن ما شاء الله ما شاء الله نمع يوم كتيرة إن الحمد لله إن سودو مسكي وراشيس is that my مسكي مسكي ذي بمية is that you إن indecisive ناسك أبسو مالي هدي لغو إن لغو معنى يو إن أفسو مالي هدي لغو معنى يو indecisiveness إن وحويان جوان لإذا حويان ما أنت نرش وحك سوق بيني سوق جوان نقاعدة وباهن تاعي حدا دون سينا وحبرت جوان بأو باهن تينا قاعدة حدا دون سينا جوس تجوان بأو باهن تينا قاعدة حدا دون سينا قف عوس الأمر وحمل سو تحت جوان بأو باهن تينا قاعدة ما أنت ومهم قف مركو أدلتي هاي أما قف وين هاي وعرفون ماذا أدك جذبتي وأد قاعدة حلي أد قاعدة قان جارت هاي نفط هذا المسؤول كتهاي إن شاء الله وحا أباهن تهي إن هاد نقطة قف قوان قاطة هدي مرر بدن أي كوكو دبتاين هادون قوان قاذنين سيدا إن بدن داد آن بدن آن الكي وحباد داحي سا سامي وحي باكو سو نقنية فما أنت دمد وحي فرنقين إيسا ما أنت دمد وحي كول وليسا كفكر إيسا كسو عبادين إيسا إلا هدو تو آد قادد حلي آد رنتي نقطة بارالايز أما عرياني ما آد قادد بكوز وحاد أركيسا كليا إن وحي وحلو بينا كيف كرتيد فلان قيسيد لكن هادنا فعل كين تدي اكشن هوري وبسعتي تصار هذا دان كسي الحمد لله ان مركا هذا دون سيد ان تكتيد اما اد غورتيد اما اد دون سيد ما هاجين ميل قيسيد فور اكزامبل ان والدين تو وحن كمقلا مرر بدن ان والدين تو مرر بدن وحن كمقلا ان اي كيف كريان ان يعني واحد دي كره مركا فكريسي اما لو بهينا كان قادتيد badan aba dadku waxa ku dhiga waxa weeyaan waxaan hadaan sameeyo waxa iga hor imaan kara ama aqalada ay fiirinayaan so for example hadaan tiinaan mag haysatid ama aad meel aadid
waxa kugu dhagan kaliya oo u fiirsanaysaa qarashka oo ka yaraanaya ilmaha oo ka xanuunsanaya meesha oo la qabsan waayeysiin meesha oo maaratay noqonaysa meel ka duwan meesha ka guureysay and the uncertainty ama waxyaabahaadan ogeyn the unknown waxyaabahaadan ogeyn weyaan waxa maskaxda kaaga jira oo kugu soo noqnoqonaya ilaa xilli aada gaadid inaad wixii intay kaa bataan aada wareertid confusion kugu dhaco iyo wareer iyo walwar wixii marka aad farax ka qaadid ka gudubtid oo aada dhahdid yacni maadaama wixii kugu soo noqnoqdeen aada dhahdid bas waa iska daayay markaas taasi maxay keentay ficil darro inaadan wax ficilaba samaynin runtii indecisivenesska hay-ado badan baa jira xataa dad badan baa runtii ka shaqaysta oo kliniga u furtay oo dhakhaatiir khaasatan u takhasusay yacni indecisivenesska ama go-aan la-ida because dad baa jira life coach waxa loo yaqaano oo dadka bara noloshooda sida horey loogu wado waxaa u baahantay mararka qaarkood life coach waxa loo yaqaano oo ah qof kuu sheega tan waa caadi laakiin waa mid dadka ku dhacda waxaad u baahantay sida horey uga socotid inaad taa samaysid ama taa samaysid ama taa samaysid marka runtii indecisivenesska ama waxa ingiriiska loo yaqaano ama af soomaali ahaan marka lagu macneeyo go-aan la-aanta go-aan darida waxay ka imaanaysaa in qofku uu u fiirsado keliya waxa dhici kara baqdinta the fear you only focus on the fear and mararka qaarkood inaad ka walwashid waxa dhici kara waa wax caadiyo bini aadanka maaragtay uu leeyahay waana wax loo baahan inaad ka fikirtid laakiin taasi yaysan kugu keenayn ficil darro haddaynu fiirino insha allah calaamadaha aad isku garanaysid markaa tahay qof go-aan dar yacni go-aan lida ama indecisivenesska calaamadaha lagu gartay waxaa ka mid a inaad mar walba kusoo celisid wixii aad ka fakeraysay wixii baad kusoo celcelinaysaa habeen iyo maalin maskaxdaada kusoo noqnoqonaya marar badan waxaad dareemaysaa wixii matalan confusion inuu kugu abuuray maskaxdaada uu ka batay waxaad sidoo kale isku arki kartaa procrastination waxa loo yaqaano oo ah ficil la-aan inaad wixii waqti badan qaadatid walwalkiisii ka fakerkiisii falanqayntiisii taasina ay kuu keento waxa loo yaqaano procrastination ama ah inaadan waxbaba qabanin oo aad ka jiibsatid sidoo kale waxay kuu keenaysaa indecisivenesska ama go-aanla-idu waxay kuu keenaysaa walwal iyo confusion walwal ama maaragtay walwal ama khalkhal bay kuu keenaysaa confusion waxa weya khalkhal bay kuu keenaysaa maskaxdaada waxaan ognahay go-aan darida ama indecisivenesska inuu xun yahay weliba inuu u xun yahay inuu dilo riyooyinka it kills dreams because maanta waxaa laga yaabaa inaad rabtid inaad iskuul aadid ama waxbaratid haddaad tahay qof aan go-aan lahayn ama go-aanku ku adag yahay inuu qaato waxaad ka fakeraysaa iskuulka tuitionkiisa lacagtaad ku bixinaysa iskuulka shaqadiisa tuitionka iskuulka homewogiisa baabuur wadidiisa yacni waxaad u fiirsanaysaa keliya caqalada marka maadaama tahay qof aan go-aan qaadanin ama ay ku adagtay inuu go-aan qaato ama runtii taas baad ku dheganaanaysaa taa markaad ku dheganaansid xilli waxaad gaaraysaa aad khalkhalaysid walwalaysid ama confusion kugu dhacayo aakhirna waxay keenaysaa inaadan samaynin wax ficilaba soo taas waxaa la dhihi karaa qofku markuu go-aan la-ida uu haystato ama aad dareentid go-aan xumida ama inaadan dee go-aan qaadanin waxay keenaysaa in ay kaa disho riyooyinkaada your dream is something that you want to do sidoo kale go-aan la-ida waxay keenaysaa inay kaa joojiso horsocodkaaga horsocodkaaga saan u sheegayba qofku go-aan adult markaa tahay maanta qof weyno adult markaa tahay alxamdulillah meel walba jooge waxaad u baahantay go-aan inaad qaadatid waxaad u baahantay inaad tahay qof jawi ku socda iyo wado marka haddii aadan taa samaynin waxay kaa horsoconaysaa horsocodkaaga waxay kaa hor imaanaysa yacni kaa joojinaysaa inaad gaadhid hobeskaaga ama goalskaaga ama dreamskaaga insha allah go-aan la-ida waxay hoos u dhigtaa self confidenceiga ama kalsoonida kalsoonidaada ayay hoos u dhigaysaa inaad tahay qof mar walba wixii kusoo celcelinaya wax ficilana aan keenaynin of course waxaa yeelay badanaaba kalsoonideena qofka biniaadamka waxay ka timaadaa qofka aad tahay waxyaabaha aad naftaada u qabsatay the person you are and what you have achieved ama waxa aad samaysatay naftaada u samaysatay ay mararka qaarkood ka timaadaa self esteemka waxa loo yaqaano ama kalsoonida soo kalsoonidu waxay ka imaanaysaa inaad go-aan leedahay inaad horsocod leedahay inaad leedahay decision inaad yacni waxa aad samaynaysid aad horey ugu dhaqaaqdid waxay kor u qaadaysaa insha allah self confidenceigaaga ama kalsoonidaada bay kor u qaadaysaa
marka hadii aadan insha Allah sameeynin ficil ama taqof go'aankiisu daran yahay ama mar walba aan wixii maartay indecisive ku ah oo aan decide gareynin waxay hoos u dhigaysaa kalsoonidaada qof ahaan sidoo kale waxay kugu keenaysaa waxa loo yaqaan shame ama regret oo ah in il can be because waqti baad gaaraysaa wixii uu ku dhaafay waqti uu ku dhaafay wixii aadan dib ugu noqon karinin mar baa jirtay wixii la rabay inaad decision ka sameysid ama aad sameysid go'aanka marka aad gaadhid for example hadii aan ku soo noqdo arrinta waalidiinta ilmaha maadaama anigu waalid ahay hayla yaabinina because aniga yacni isku isticmaalay example I'm using myself as an example alxamdulillah marka hadii aan ku noqdo arrinta waalidiinta la doonayo ilmahooda inay kaxaystaan oo ay wax soo bartaan oo dhaqankooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda ay soo bartaan yacni marar waalidiin badan baa jira oo aan taas horey go'aankaas horey u gaarinin ka walwala maaragtay dhaqaalaha ka walwala dhibaatooyinka hadhow ka hor imaan kara ka walwala caqaladaha marka qofkaas waalidka wuxuu gaarayaa xilli ay fursadaasi dhaaftay xilli chancekaas uu dhaafay because waa chance yar waa waday waa waqti yar oo kooban weeyaan mafahamsa so waxay keenaysaa hadhowto regret ama shame ama yacni inaa qofki intuu dib u fiiriyo wixii uu keeno maarata ciilkaambi because ciilkaambigu wuxuu ka imaanayaa in aad sameyn weyday decisionkii ama go'aankii xilligii loo baahnaa the reason tani ay muhiim u tahay waxa weyaan go'aan walba sameynaysa maanta haddaad doonsa inaa iskuul aad dema wax baratid waa xilli bay leedahay waa xilli kooban markaad 80 years tahay 90 years tahay waxba kuu sheegi maayo iskuul waa xilli kooban waa maxaa dhihi jiray xilli kooban weeyaan marka xilligaa kooban haddaadan wixii sameynin hadhow waxay keenaysaa ciilkaambi iyo dib u fiirisho ama in qofkii uu ka regret gareeyo wixii xilligaas uu qaadan waayo ama uu sameyn waayo insha Allah waxaa lagu qiyaasay runtii dadka ah aan go'aanka qaadanin ama habitual indecisiveness waxa loo yaqaan oo ah dadka mar walba ideada keena maaragtay keena horsocodka mar walba keena wax inay doonayaan inay sameeyaan mar walba laakiin haddana aan wax gacan ku taabasho leh aan sameynin oo ah inaysan wixii horey ugu soconin ama aysan wixii de maaragtay ku dhaqaaqin dadkaas waxaa lagu tilmaamaa bulshada boqolkiiba inay yihiin sodon bulshada boqolkiiba sodon bay yihiin toddobaad yacni boqolkii qofba sodon ka mid ah ayaa dhibaatadan inu hadda ka hadlayno ay haysataa inta badan dadka qaar waxaa laga yaabaa haddii aad maanta go'aan gaadid ama aad doonaysid inaad wax samaysid right away inaad wixii samaynaysid dadka qaar alxamdulillah saas ilaahay uu dhaweeyey anigaana ka mid ah alxamdulillah waxa weyaan maanta haddaan wax samaynayo waxaan jeclahay wixii inaan waqti siiyo ka fikiro laakiin waxay u badan tahay boqolkiiba 99 inaan wixii samaynayo khaasatan haddii aan wixii waqti geliyo I will do it insha Allah so anigu waxaan ku mid ahay dadka go'aanka adag ama markiiba go'aanka qaadanaya wixiina ku soconaya khasaare iyo guulba wixii kaala kulmayo teeda kale markaad wax samaynaysid alxamdulilah labadaba waa inaad isbarba dhigataa khasaaraha iyo guusha labada waa iskalab socdaan markaad adigu go'aan qaadanaysid amaad wax samaynaysid labadaba ku darso xisaabta insha Allah guusha iyo guuldarada labaduba waa iskalab socdaan labaduna waa wax nolosha ka mid ah labadaba actually mararka qaarkood guuldaradu waxay ku siinaysaa cashar waxay ku siinaysaa inaad wixii dib u fiirisid mararka qaarkood guuldaradu waxay ku noqonaysaa cashar bay ku noqonaysaa runtii so it has a different value guushuna value-geeda iyo maarata qiimaheeda leedahay laakiin guuldaradu sidoodo kale iyaduna waxay leedahay qiimaheeda maxaa yeelay cashar bay ku baraysaa markaad wixii dib u fiirisid ama aad soo rogaal celisid cashar bay ku baraysaa marka insha Allah haddii aad ka mid tahay boqolkiiba soddonka qof ee aan go'aanka gaarinin ee wixii ku soo celcelinaya ee maantana ka fikiraya weliba dadkan haddaad u fiirsatay dadka soomaalida alxamdulilah dadka waxay jecel yihiin inay weydiiyaan for example waxaa laga yaabaa qof waalid ayaa rabo maanta inuu guuro ilmihiisa ka haysto waxaa laga yaabaa sanad ilaa 2 sano inay su-aal ku weydiinayso maanta dhan su-aal ku weydiinayso maanta dhan yacni she has this relentless questions guryaha sibay yihiin how much is guryaha courses cuntada bishii inteen ugu baxaysaa iskuulaadka ilmaha ka waran dharka la gashanaya ka waran distance ka waran
أذوق علي كل حال وقتي جيد 99% of the times وحيقلين الساكلية the details the unimportant details وحيابها مهم كهين وحيابها أي كيف كريثة and then هل لو تسنى الله بس أنا كذب حجارة سحلي أي داشي exhausted أي تهاي confusion أي تهاي مسكح لي دي ورثتي وراقتي خلخل أوجاري مكا وحيدها يسا okay I'm done with this topic ولسك داي topic مرهوينا كحلو مرهوينا قف ويديو مكا وحكينا يسا exhaustion أما قفكي energy يسي إنه مارتي إن استعمالي مركا وحا أبدا indecisive كا أما قو أنقال شدح فمي أي كينا سوا محي وحي كينا سا هرسع اللعان وحي كينا سا إنا يدشو خريوينكا وحي كينا سا إنا الهوس أي أردو إن كلسوني ذا ذا مصاف كافردس ديكا وحي كينا سا إن حدو تاعد قادد بوس أد إن يعني درينتد إيل كامبي يو قعشو أوكي سيدا أغبي حكرتا مركا إن شاء الله هدي أدكو جرتد بغولكي بصدوكا ددكا رنتي إن إسكو أركا إنديسايسيف كان أسكا أما قو آلن إذا محاد سمين كرتا إن شاء الله هورتا واحد سمين إذا مركو هوري إن واحد سمين إذا إن شاء الله هورتا مركو هوري أفيرسو واحد كبقيسي listen to your fears واحد كبقيسي واحد كاهر جوغا واحد aad qabaneysid ama doonaysid inaad qabatid waa maxay tusaale hadaan soo qaato ilmo kaxaynta ama guuritaanka waxaad soo qaataa buug iyo qalin meel ku qoro what could go wrong maxay tahay waxyaabaha iga horimaan kara wax kasta oo ka horimaan kara way ka horimaan karaan taa horta meel ku qoro waxa ka horimaan kara ilmo ka xamsadan way xamsanayaan waxa ka horimaan kara lacagtu inay ka koodo way ka go'aysaa وحكاها ربان كرميشي نكيه الويد وكميه الوايسي يعني every little possible fear you have وحكستو او مسكح لهذا كتشرة اما وحلغي باينا تبقي سيدات كمالكا ميشي وتكتي اني سنكسود ويدين maybe you have a family issues maybe family drama بدد بدانو family drama اللي باتشرة وكبقي مالكي هالكا استغان سيليبا دريميا ملي سود ويني ارما لي وحي ابو ربي ديس وحكستو او اديق مسكح لهذا كتشرة بوك وقرو يقلم بوك يقلم وقرو وحنا نفترض أول شيء كتاه yes this could happen تنوي دعي كرتاه إن لعكت ويجاقو يكرتاه check المهم حلو سن كران check بل المهم هو يقدر يمان كران بق check إما قاقو فجورة يومي وحنا كذا دعي ما أنا مدي حذر وذاك سين خبوا ما تسقو there were these kids or infection وكل عين مسكح ذا لو بعرف راح ليك كده انتي هذا هو يعني لا هي بقري you can't there's something you cannot control in life حياة بدن بدن ما رتي هذا هو هذا وحبك بدل كلامي so adu waxaad insha Allah ku qortaa buug iyo qalin check ka saaro tan way dhici kartaa hadii la hayo qoray tan way dhici kartaa hadii la hayo qoray yaani meel ku qoro see your fears adu waxa ka baqaysid fiiri buug iyo qalin ku qoro kasi markii qaar kood markaan buug iyo qalin ku qorano waxaan samay waxay noo fududeynaysaa in wixii maskaxda ku jiray aan aragno so buug iyo qalin ku qoro waxyaabaha ka baqaysid oo dhan waxaan naftaada u sheegtaa anything that can happen can happen wax kasto dhici kara way dhici kara okay camera kan sameysid at least waxay ku siinaysa ee sawir waxa sawiranaysa maxay horjeeda maxay tahay waxa keenaya go'aanida igu keenaya what is this that's making me indecisive yaani waxyaabaha go'aanida igu keenay maxay tahay waxaad arkaysaa waxa maskaxdaadu ku jira buug iyo qalin ku qoranaysa insha Allah waxa ku qaadanaysa muddo 10 daqiiqo wax ka badan kaaban qaadanayso okay كدب وحا سمينا إن شاء الله وحا سمينا سامركاس إن إسو شاك وحي واقورتي everything أو واحكا سوكا بغيس واقورتي كدب وحا سكو شافتي إن وحاني أي دعي كران لكن أدوغو أدقو أنكو سعوتي موقف أكو سعوتي أو أدوني سيد إنو قو أن سميسيتي سوكا بحا نفتا دو شاك إسا إن حلغان حد أي تاي حلغ مهيما لغو بكريني xilligan haddii la joogo inay tahay xilli muhiim ah laga gudbi karinin maxay la saa sheegney hadii aad xilligan ka gudubtid hadhowto waxa iimaan kara hor socod la'aan waxa iimaan kara in riyooyinkaagi ay dhintaan waxa iimaan kara in self confidence gaa kusoonaado hoos u dhacdo waxa iimaan kara inaad hadhow ciil kaambis iyo regrets ay gashid waxa iimaan kara inaad kugu dhacdo ficil la'aan ama waxa loo yaqaano procrastination oo ah إن أنا وحبا سمينا في الآن ريوين تاجينا كهدي إن شاء الله وحاد سوى كلا سمي ستا deadlines deadlines هو حال ويان
حل كوبان سوكو وحال هذا إن شاء الله إن وحن هذا يقتشره أما جوان كان دوني هذا إلى نقاطه مسكح ذي يقتشره وحن أسسينيا الصور لبعصفه حل ما أسسينيا كلام ده هدو جرو كويا نتشد والهدو كويا لجرو وحلو بقى إنك كوكرتيد وأده هذا إن شاء الله مالنتاس بيش لبعتين كذا مالنتاس أما بيش سودن كذا تشد والإنك كوكرتيد إن شاء الله حل جاس وحن جاري جوان شدول كوكورو محايا لشدول ومها كوكور تقولي بشدول كو حاجة تا ميل أكأك كرتين في الشير كايجا قدو مسخش هذا قدو ميل كرس معرفة اللي منهم كايجا قدو somewhere or every single day أكيسيد كوكورو هذا هي ساحل اللي جالس معنده because مسخ هذا you are creating an image صور بقى مسخ هذا قصة ما ينسى أه إن شاء الله معنده وحن أباهنا إنه جو أنكس كارو تذكر مسلمين تا سو معنده تذكر مسلمين تا مركي قارك وذ حلو بهي إن ذي له كو عرفتين مركي قارك وذ حلو بهي إن تكتيد استغفارتكو سر يعني سرادو سنعتكو وحد هذا إلهي بري يعني قفنا هذا أنا هاي عرفتين ذو ويرت هاي عرفتين ذو وجاون هاي مش يذكروا بريتو وح خير في يوتشر لكن إله سبحانه وتعالى بوي دي سنيا هدي وح خير يوتشر إن ويفوز ذيو هدي شر إتهني إن الله سبحانه وتعالى ويجهر ستاغو يعني you put your trust and power in Allah سبحانه وتعالى so تاسمه تكو تعيسو نحلقا because ولي deadlines باكو باحيسة تاولي وقت باك فكريسة إن شاء الله you have a deadline in your head because وحالي ذا هاي معنين تاس كو أنك ونقاري إن شاء الله سيدوك لو حاسمي سنة ساعة إن شاء الله دادك لا تشو لكن دادك مركا لا تشيني سيد be careful دادك إنو سومالي كومو وناكسنا نية دسك إيهور سعودك كومو وناكسنا إن الحمد لله كم هو نعكسنا positivity رأيو إني أركان رؤيك كم هو نعكسنا وحلاقي أبغى ما أنت دا قفلة تشتت إنه في هذا الكاد الدميو إنه هن تكو كيرو إن دب صعد so that كلاط شو of course that كلاط شو ويدي إن سؤال هذا كويدي هذا واتقانا ضد بعد لقي أبغى إني تشيلن كو دو the people that you trust لاط شو لكن آخر بوانك أديك أسكالي آخر قوانك هذه قسكلي الحمد لله مركا تذكر لا تشو لكن ولبا خاصة هذا تهددك أد أقول نقول تذكر كله أركت دودة دد بعشرة أن سمين كرنين أركت دودة حر وحين أن فعل كود حر وحين very dependable people أو followers مركا قار كود أباهن إن لوش يقول ده وحن سمي سدان أفكر سدان أصعو إياهو يعني أن تأس كسمين كرنين قفك هذا تهاي، of course قفك لو واحد أكوشة من قاعدة نساء، حال جاي بقفك لو إنه وحكة هرستاجو، أما أكاتوتشيو، أما أكرو وحني مسحنا، أما نيجب أخوه ذو تاسنا عمله فريستي، وفيرصة، تاسنا وعشر كلا إن شاء الله مركلا كهل دونا، سيدا، نفط هذا، هو جانك الله أبصره، how to self direct yourself because نفط هذا شركة هذه أيام مارت مسؤولك الحمد لله، حلو بهي إند إسقيني سيد حلو بهينة أركتي ذا دحوج سيد حلو بهينة إن نقطة قف حرقهم مذح بنان because دتكو بدن عبا الحمد لله الله يسكو ما ترين كرا دتكو وإن يل أنت تسكو ترين كرتيد أنت بدن وحلقة يا با إن كا قاتان يعني كافة إيدي ستان ومركي قاركود مركي أجدان قفها أنت هذا تشيلي عاجة والنقلان شهاج مركي قاركود إن أي إن كجرسيا هجر دامو دي الصعد يهونتي إن وحياة بعد نحكي كده إنه يجو أوق إنها توقف ونقول مركا إن شاء الله لا تشددك لكن مر ولا تعرض صعوب وحن تقول أي هاي دتك إنه سو معليات مر بدن هر صعتك لا تشيا دل وحين إنه هاي إن بدن هن تكفير يدينا عن نيجاتيف كأمة كوك أنت مر ما ينعرقنا ويري هاي دتك أنت بدن عبا إن عرقتك كوك أنت بوحدة بدن عبا دتك وحياة كان كوك أنت مرن يعني هن تي مرر بدن قفكو حقو باهن يهي قرب استاق مرر بدن قفكو حقو باهن يهي إن الله شيغو it's gonna be okay إن الله شيغو الحمد لله إلهي با معرفة كولتشرا واتكو قولي سندون تا هادادا حتى كو قولي سنو خسارة كيشينا تاس قول دادو واقول بكوز عصب أتكبر نيسا بكوز إن شاء الله دارش عصب أتقاد نيسا بكوز عصب أتكبر نيسا إن سيدو قالي بكوز إن كرسوني دادا يصف كان فرسيقا إيو كورو قاد نيسا لكن فعل لعانتا indecisive نسكا إن معرفتي إن 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 هذا وحي وح
كعن كتابشة عادن كسمينين رنتي وحيدشة خيالة وحيدشة كرسولينة وحيدشة قفكة سيدا عادنا فتارك أمس انتهي and the final وحا أغدن بيان مارتي كسو كوبين حويان وحي سمي قولي خسارة وحي سمي and أدقو أوك إن وحنا يتحل كوبان because adunka there's millions go another way brain there's millions of marital decisions that you make every single day until that when you said qofka aad la toogaysid meesha aad aadaysid meesha aad ka shaqeynaysid meesha aad degaysid go another way brain laakin way kala muhiimsan yihiin way kala muhiimsan yihiin go anaba jira essential ah oo loo baahan yahay marka inaad sabisid khaasatan alhamdulillah waalidinta iyo dhalinyarada ba sidoo kale dhalinyarada for example hadda dhalinyarada masha Allah in guurdoonka ah adinka ku dhina waxa u baahan tihiin inaad go'aan gaadhin because suuqa maanta in waa meel aad iyo aad u wareersan waa meel aad iyo aad u wareersan waxay ku wareersan tahay marka uu raisay have a lot of options ee options ka weeyeen dad badan oo single oo xor oo madax banaan ayaa buuxa in wa adigoo maartii soo gadanaya bahasha cadayga toothbrush ka soo gadanay dukaanka oo kale weeyaan we don't know who to choose ya dooranaysa laakiin waxa loo baahan yahay inaad go'aan qaadatid because mustaqbalka uu kuma sugi karo in xilli beena wuxuu ku wanaagsan yihiin guurkuna xilli buu ku wanaagsan yahay dhalinyaro nabaduna waa xilli kooban maha wax soconaya waqti badan soconaya waa xilli kooban oo very short time weeyaan alxamdulillah marka that window of time xilliga kooban ayaa waxa loo baahan yahay inaad keentid go'aano hore ku wadaya go'aano aad masha Allah meel ku gaarisid go'aano insha Allah confidence-gaaga iyo kursoonidaada kor u qaadaya go'aano insha Allah hor socod leh marka maanta ayaa loo baahan yahay in aad taasimisid hadii aad tahay dadka walwalka badan wixii ku soo celcelinaya ma aragtay wixii maanta dhan dadka waydiinaya indecisiveness ka ama go'aan la'aantaas isku arko marar badan waxa u baahantay cajiskiina daawati waxa u baahantay inaad ogaato insha Allah calaamadahaas oo kamid tahay inaad wixii ku soo celcelinaysid ka walwalaysid maanta dhan inaad dareemaysid mararka qaar kood confusion ama khalkhal inaad dareemaysid insha Allah walwal iyo fikir badan in wixii aad maanta dhan dadka waydiinaysid ama leedahay sidee sameeyaa ama sidana sameeyaa ama iska daayaa taasina ay keenayso ficil la'aan hadhowto the reason atan waxa hadlayna waxa weeye tan waa wax muhiim ah go'aan idu waxay dishaa riyooyinka go'aan idu waxay keentaa khalkhal iyo confusion go'aan idu waxay keentaa hoos u dhaca self confidence ama kursoodida go'aan daradu waxay keentaa inaad hadhowto dareentid shame and regret ama il kambi insha Allah ka fiirso wixii aad ka baqaysid meel ku qoro anything that could go wrong wax kasta oo dhici kara way dhici karaan wax kasta oo aad ka baqaysid markaas maskaxdaada ku jira buug iyo qalin ku qoro arag everything wax walba ku qor list u samee waxaan ayaan ka baqayaa waxaan ayaan ka baqayaa waxna way dhici karaan this can happen meel ku qoro insha Allah arag ku soo yaani maskaxdaada wuxuu ku jira image sawir ahaan ku arag dabeytana waxa saarata click haday tan dhici karto way dhici kartaa tan haday dhici karto way dhici kartaa tan hadii ilaahay qoro way dhacaysaa insha Allah tan hadii ilaahay uu qoro way dhacaysaa laakiin anigu waxaan qof muslimna waxaan qof go'aan leh waxaan qof ilaahay subhanahu wa ta'ala aaminay waxaan qof ku socda balaan waxaan aaminsanahay ilaahay wuxuu ii qoray laakiin sidoo kale waxaan aaminsanahay qof muslim ahaan inaan hor socod layga rabo in go'aan qaadasho layga rabo in insha Allah yaani isbis layga rabo in naftayda hor socod layga rabo insha Allah because qofka muslimka ah mar walba taas waxa la rabaa qofka muslimka inuu wax barasho raadsado inuu wax barto yaani qofka muslimka inuu noqdo qof xora naftiisa iyo baahidiisa ka faala qaaday qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu noqdo qof bulshadiisa iyo dadkiisa wax ku soo kordhiya naftiisa wax ku soo kordhiya hor socod ahaanta guusha iyo successku waa part of being a muslim because qofku markuu muslim yahay mar walba waa guuleyste because waxa ku guuleysa ku tahay waxaana duu ilaahay ku qoray waa insha Allah waa helaysaa you did your best you did 100% wixii waa gelisay you did alhamdulillah to the best of your ability what some say wixii ma isan ahayn in hadhowto no problem ilaahay wax kale ayuu la rabaa maybe Allah subhanahu wa ta'ala has another plan for me insha Allah you know marka adiga insha Allah ka fikir waxaad ka taa ficil in ha ku waqti badan ha qaadanin
وحي ما عرفتي أتكو فكري سيدا ما تكشف العلني سيد أنا هوب إن هذا فيديو كان هشيد أماد حسوس ناتين إن شاء الله قد بدأ قصو تريني يسيد لوجو قد بكرة إن وين كبحيا شحيجي واقبوبي وكاسا قلبوا ناس ورا ليال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.